هو بريق الأهلي والزمالك بدأ ينطفي قدام رغبة اللاعبين في تأمين مستقبلهم. شوف يعني ان ياخد فلوس لكن تأمين المستقبل دي مش بتاعته ولا يملكها، دي بتاعت ربنا. يعني انا ممكن اجي عندك اتشرط واخد زي ما انا عايز، وفجأة بعد شهر اتعور، يجي لي مثلا صليبي او اي حاجة، مش دي القصة. زي اكوتي منساه مثلا لما اه جه في ب 11 مصري مليون جنيه اهلي من المصري وما الاهلي لعبش، وما لعبش، صح جاله صليبي تذاكرتك وقعد. ما شاء الله. قل عظيم رب الفلق. لكن انا معاك في ان الناس دلوقتي حولت الدفة من شهرة ومنتخب لفلوس، لكن مش تأمين المستقبل. مش عايزين نتكلم في القصة دي، ليه مش عايزين ننسى؟ كل واحد ما ممكن يقول لك انا كبير في السن هلعب سنة وبعدين ابطل، يبقى معايا فلوس. احمد علي وده بضرب بيه مثل، هداف مصر وراح منتخب، مشي من الاولين راح بيراميدز، لعب قد ايه؟ بس ما احمد لعبش. علي واجه مشاكل مع المدرب في التوقيت دوت. انا مدرب ده راجل اساسي، مش كان في المقاولين الاساسي وهداف مصر، صح؟ هي بتختلف التفكير، لكن انا بتكلم على الناس اللي تعبت في اهلي وزمالك، بتخسر كتير، بدليل اللي بيطلع من اهلي وزمالك زي ما انت تقول بينطفي نجوميته حتى في التسليط من الاضواء عليه.